احفظوا مشاهدينا 9342 بترفعوا الارضي من اي مكان بدمشق تحطوا هذا الرقم. خارج دمشق بس سبقوا برمز دمشق 011-9342 حتى ناخذ اتصالاتكم وتطرحوا اي تساؤل على ضيوفنا المتخصصين. اكيد في الكثير من الناس يلي بتتمنى تخسر وزن برمضان وهذا هو موضوع شائك عندهم، ولكن ما بيعني حرمان الجسم من الطعام يلي بيساهم بحرق الدهون ويلي بيعزز القدره البدنيه والعضليه، ولكن ايضا الحرمان لفترات طويله رح يخلي الجسم يكسب مواد ما لها كثير منيحه ويكسر مواد هي بحاجة لها حتى يركب طاقة لحتى يعطي ستامينا لحتى يعطي باور لباقي النهار. طبعاً العملية المسؤولة ورد عن كل هاي الأمور هي الاستقلاب، فليكون عنا استقلاب صحيح وسريع لازم نتبع إجراءات معينة وسلوكيات خاصة رح تخبرنا عنها بشكل مفصل أكيد اختصاصيات التغذية الدكتورة ثواب الغبرة. مساء الخير دكتورة ثواب، أهلا وسهلا فيكي معنا. لك يا أهلا وسهلا، يسعد مساك. رمضان كريم، أهلا وسهلا فيكي. لك عليكم أكرم يا رب إلهي. مثل ما ذكرنا بالمقدمة وكنا عم ندردش تحت الهواء سألناها للدكتورة ثواب، أنت بتاكلي مثلنا؟ بتاكلي دهون وبتاكل صحون وبتعملي هالقصص، تتدخلي مزاج لك تدخلي بالطبخ. احلى عنصر استقلاب مزاجك يكون بالسماء. تمام طيب حنحكي بما لا هيك يزعجنا لما نحن ناكل ويأنبنا ضميرنا، خلينا ناكل اكلات مزاج فعلا تكون طعمتها طيبه وما نندم لاحقا نكسب وزن زايد. بدايه شو بنقصد بالتغذيه بالاستقلاب؟ كيف بنعززه؟ طبعا حلو كثير. هلا نحن كالعاده بالعاده برمضان أخصائي التغذية بيطلع كل سلطة كل شوربة كل مدري شو بعرفني، هذا الشيء كثير كثير على فكرة كل ما يحلو لك بس بفهم. سبحان الله وقت الله ميزنا بمخ ودماغ ونلاقي الشيء اللي بيناسبنا، الإنسان هذا اليوم قديش بيكون بحب أكلة، بس أنا اليوم مو جعبالي آكلها، هي الأكلة اليوم صحية، أنا مو جعبالي آكل أكل صحي مثلا وهالأمور هي، أنا ما بحب القواعد بالمواضيع هي، أنا بحب الواحد يدور على مثل ما بيقولوا الباسورد تبع جسمه. يعرف امتى يفهم حاله بالضبط، الريموت كنترول بايده. يعني حتى انا لو زدت كيليين هلا انا عندي اياهم بعرف انا بيوم من الايام بعرف اني نزلهم ولا اسوف هذا التنزيل، اللي هم يفهم الباسورد تبعه. لكل جسم فينا في عناصر بترفع حرقه ولكل جسم فينا في عناصر بتخفض الحرق تبعه، وهذا الشيء مو بقصه انه ممكن اخصائي التغذيه يساعدك انك تدور عليها وتجيبها، لكن سبحان الله مخك اللي هو اللي حيدلك عليها. لكن نحن في عنا قواعد أساسية. تمام. إنك أنت ما تتعود على أي شيء مثل ما حكيته بالفقرة اللي قبلها هون، فأنا بالنسبة لي إني أنا مدام جعودت جسمي على شيء حتى لو كان صحي وهيك حتى حيتلف هاي المواد هاي، حتصير الآثار الجانبية أكثر من الآثار الفعلية. حتى ما نطول الحديث عنا يا برمضان فرصة كتير كبيرة لأن أرفع استقلابي. شو يعني استقلاب؟ هلا أنا نفرض جسمي بيعني بسن 30 بيحرق تقريبا 2500 كالوري، أنا وسط إدخالي بين 2400 لل 2600، أنا شو ساوي بدون ما أنا غير الإدخالات تبعتي 2400 600؟ كيف ساوي 3000 مثلا بكل هدوء بحيث اني انا ما بلاقي الا كل يوم عم ينزل وزني وانا ريلاكسين؟ تمام. لا حطيت براسي ريجيم، لا حطيت بحالي وصفه شاي اخضر شاي احمر، لا. الفكره بعد شويه هيك مثل ما بيقولوا خدعه سينمائيه على الجسم، بتلاقي حالك تحزز كثير الاستقلاب بجسمك. حنحكي فيه هي الخدعه اللي بتلاقيها هي بقى اللي نحن متحمسين نعرفهم نحن مشاهدينا. هلا في فرصه كثير كبيره، انا فعلا هلا انا صايم شي 16 ساعه مفايد جنس الانسولين على هي، هلا انا اول شيء بقول ساعه المشي كثير مهمه بهذا الوقت. يعني هاي الساعه لا تضيعها لا تضيعها، لانه هلا سكر الدم بين العضلات بين الخلايا صفر، يعني مو انه انا صفر بمعنى صفر، يعني الانسولين هلا نايم ببيته، هلا حروح اطلع شغل عضلاتك لو مشي هروله. هذا الحكي قبل نحن عم قبل المغرب. قبل المغرب قبل المغرب شو بيعمل هذا المشي؟ هذا المشي انا بسرعه شوي وبطئه شوي، بروح بجيب اغراضي مشي، يعني انا بدي قلتها ما بطلع بخلقت امي عم تطبخ هلا ما لي فاضي حدا 60 وحام فوق راس امها ما بكفي من المطبخ من الصبح، فبروح بساوي لي شيء شغله مفيده يعني بالحياه، بروح بمشي بطلع بقيم بجيب اغراضي. هاي لحالها هاي الساعه تعمل عمليه تحفيز حرق لعداد الحرق تبعي مو بس بشهر رمضان، فيما بعد رمضان، يعني انا بطلع على بعد رمضان حرقت 3000 كالوري. تمام طيب خلصنا هي ساعه المشي. بغض النظر يوم من الايام انا صايم اقلب نظامي، يعني نحن متعودين اول ما بيفوت اذان المغرب ما بنصدق قاعدين تك تك تمر ومدري شو اكله هي. يوم من الايام مثلا انا حط على اذان المغرب بيض مقلي مع لحمه مفرومه او علبه طون او سردين، يوم واحد ما حيصير علي شيء، طبق سلطه مثل اقلب السحور
فطور ايوه وحت اعمل شوك للجسم ايوه وجبه بروتينيه بدون ما يفوت ولا خبزه ولا شيء سكر ولا كاسه عصير، بدي شويه شاي هيك سخن مشان هضم هيك. تجي على فتره التراويح بلشت جعت وانا بدي هيك، روح كل مثل الاكل اللي كنت حاطه على المغرب. هي العمليه مددت لك عمليه عدم خروج الانسولين شوي 4 ساعات ثانيه، شبعت حالي بوجبه بروتينيه، ظبطت حالي. مره ثاني يوم ماما مالا موجوده هون، فتحت لي علبه هيك بسيطه على الماشي، وجبه بروتينيه على فتره المغرب وما طالع الانسولين كمان شي 4 ساعات ثانيه، هي بتحفز الحرق تبعك شي اسبوع زمان يصير ناحية 3000. وثاني نهار الصبح بتتفاجئ اذا كان رمضان عم ينزلك، صرت عم تلعب انه عندك كيلو عم ينزل، كيلو بعد المغرب عم يطلع، كيلو عم ينزل بيطلع، بتلاقي 3 كيلو هدول ثاني نهار، يعني كاش هي بتجيك ما بدها ريجيمات. بس هي القصه، هي الفكره الاساسيه. الشغلة الرابعة، دخول البوتاسيوم على وجبة السحور، خاصة هنا الناس اللي بمشكلتها عندها غدة درقية وحرقة بطيء، ناس عندها مشاكل ضغط بتحبس مي. الوجبة الحارقة لهيك ناس عندنا اياها الموز والبردان. بردانتين ينضربوا بالخلاط مع موزتين يعملوا مثل السلاش، طاقة رهيبة. الوصفة اعطيتيني اياها من رمضان اللي قبل هذا، من شي 4-5 رمضان اول ما عرفتك يا ورد. تماما ممتازة. الجي ما شاء الله، برافو عليك. فانا الفكرة الاساسية هي سحبت لك كل شيء سوائل محتبسة بجسمك، طالعت لك شيء اسمه سموم الجسم، لانه من احد عوامل رفع الاستقلاب تنظيف السموم من الجسم. فهي الاشياء هاي البسيطه يعني يوم يومين ما بتاخذ من ايدنا ورح اجوعك انا وجبه بروتينيه على المغرب تمام. يوما ما حلو حتى ما ينطر الاتصال اكثر. في اتصال صار جاهز معنا. سليمان مساء الخير. سليمان مساء الخير، رمضان كريم. مساء الورد، اهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك يا رب الشهر المبارك، تفضل سؤالك. علينا وعليك بالصحة والعافية يا رب. بس اسأل الدكتورة لو سمحت. تفضل. أنا وزني 120 كيلو وما باكل كثير وجسمي ما بيحرق، مع إني بسجل النادي بكل الشهر ما بنحرق نص كيلو وكيلو. 120 كيلو؟ باكل كيلو باليوم. إيه. طيب، قد إيه طولها؟ 178. طيب، عندك استعداد هيك شيء يصير عن 115 على العين؟ ان شاء الله يا رب. اسمعكني هلا هالكلمتين واحسن مع هالكلمتين يا سليمان الغالي والتزم. طيب، عندك شي يوم مثلا يوم اثنين او ثلاثه على المغرب قطعه فروج مع طبق سلطه بدون لا خبزه بدون لا اي شيء، بعدها شاي اخضر، اذا بدك تحط لها شويه شيء بسيط عندك يا تنكهه بالقرفه اذا ما بتقعد تاخذ شيء شغله فيها سكر او اي شيء، هذا كمية اللي بدك اياها. ان شاء الله بتطلع بفروج مشوي مثلا، ان شاء الله بتطلع 3 علب تونه، ان شاء الله بتطلع بسبع بيضات مع طبق سلطه، يومين بالاسبوع حددهم. على السحوبي هذا اليوم بالذات بتاخذ موز وبردقان تقطعهم مع بعضهم يا سلطه فواكه يا سلاش. عندك ساعه مشي صف سيارتك بعيد اذا كان عندك سياره، طبعا صف سيارتك بعيد ومشي لي 40 دقيقه لبين ما توصل على بيتك، او جيب اغراضك مشي قبل المغرب وبقابلني اذا ما صرت 115 او 110. اوه ممتازه. سهله هالقصه ولا صعبه يعني؟ سهله والله، يعني بس بدها تطبيق. بدها شويه بدها يعني هلا هو ما حيصدقني الا اللي يجرب اول يوم. هو عم بيقول اساسا انه هو ما كثير يعني هو ما بيعمل ما عم يقدر ماله بس ما بده حدا يقول له يوم اول بدك تحط زيتونه، يوم ثاني بدك تحط جبنه، شرحه خياره. هذا مزعج. هذا الانسان بيحب طول عمره هيك بيحب الفلتان بالغداري، الله خالقه هيك. فهو تيجي تضبيه هيك بطريقه غليظه خاصه برمضان صعبه، بس في شغلات هيك سبحان الله ممكن بس توجهي له قنطينه وبيمشي معي. طيب دكتوره ثواب، نحن حنروح لاتصال ثاني معنا. قمر مساء الخير يا قمر. يا قمر حلو اسمه قمر. قمر سامعتينا؟ طيب شكله يعني خسرنا الاتصال. نحن اكيد ناطرين لسه اي حدا عنده سؤال، يعني الدكتوره ثواب هيك مثل ما فعلت اكيد سليمان من شوي، ان شاء الله كمان اي حدا هيك عنده مشكله بهالموضوع كمان بتساعده. طيب نحن بدنا نستغل هذا الشهر لحتى مثل ما كنا عم نحكي نحاول انه نسرع تماما الاستقلاب. طيب نحن من بعد شهر رمضان بنضل محافظين على هي الفكره، شو ممكن نعمل لنحافظ على سرعه الاستقلاب عنا؟ شوفي شو بيصير، انه انا بشوف وين ساعات دوامي عندي اياها، هاي بصوم حالي فيها عن شيء يطلع الانسولين فيها، يجوز اني انا بدي اشرب فنجان قهوتي بشغلي، يجوز بدي اخذ شيء بسيط، بس حاول اني اخذه مثلا. هلا شو الغلط؟ عواد ما نحن نعود اولادنا على الشيبس انه نجيب لهم قطعه جبنه ينقرشوها، ليش الجبنه بشعه؟
طيب بس هلا يمكن غالية غالية شوي. بدنا نحكي شغلات اقتصادية وبدنا نحكي شغلات كمان هلا أنا ما نهتم بصحتنا إذا على صحتنا ما صرفنا وهتمينا. الزعتر زي يعني الزعتر قديشه طيب؟ يعني أولا ما بيرفع الأنسولين، بحسن الذاكرة تبع الأولاد. غلط إنه نحن عم نحطهم بأكياس شيبسي، أكياس صغيرة هيك يصف الولد زعتر. الزعتر رهيب جدا، بيعمل طاقة تركيز، بيرفع الحرق لأنه في سمسم بيرفع نسبة تثبيت الكالسيوم بجسمه. تمام. هذا بيعمله طوله هالقصصي. هلا نرجع شوي لرمضان والأكل الدهن والدسم كمان نرفع نعطي وصفة تانية. هلا أحلى شيء صار ببلادنا إنه زيت النباتي هلا صار غالي ومختفي، وأنا انبسطت جدا. مبسوطة من هالقصة؟ يعني يوم اللي فيني فيه الزيت النباتي على زيت الزيتون يا سلام، عن جد الشغلة صارت. لأنه أخصائي التغذية من أنصار زيت الزيتون طبعاً. بس أنا مو مع تأليفي لزيت الزيتون. أي لأنه إذا شو بدنا نعمل هذا الحكي؟ أنا ما مع إني هيك، أنا بدي إياك مو بدنا نرفع استقلابنا وعم تحكولي على الأكلات المسقسة أو هي، أنا روح قلبي السقسة بالأكل أساساً. الدهنة تبعية الخروف، هلا مو الكل يفكر حاله اللي مو مجربة ما بيعرف قيمتها. تمام. مادة لية الخروف هي مادة رهيبة جدا لرفع كفاءة فيتامين د. شو يعني كفاءة فيتامين د؟ يعني أنا ممكن طول الشهر عم سفسف أدوية فيتامين د وكلها عم تيجي عبء على كبدي. الشيء في اسمه رفع كفاءة فعالية فيتامين د بالجسم، هي اللي بترفع استقلاب الجسم. يعني مو الشطارة أخذت حبة فيتامين د، يا ترى أنا حولته من دي 2 لدي 3؟ لازم يدوب بالدهون ويشتغل. يعني المغز اللية الخروف بتحافظ على شيء اسمه الشكل الفعال لفيتامين د داخل الجسم وتحفز الاستقلاب. وانا بحض العالم هلا اذا ما كان في هلا زيوت النباتيه اللي هي كلها زيوت عندي اياها عن جد، هي اللي بتعمل الجذور الحره بالجسم وبتعمل الهرم وبتعمل المشاكل هي وهرران الشعر، اني انا اقلب على لية الخروف. تمام. هي كتير رائعة وما بقدر استهلك منها نسبة لأنه هي بدها معلمية بالطبخ. زيادتها بتزنخ الطبخة ونقصها بتصير الأكل دلع، يعني ما لها ظريفة. تمام. بس وقت بتجي بقدر الصح بتجي الطبخة معها تماما. لنلخص الفقرة، هي استبدالات، بدل شيء غير صحي بشيء صحي. بالزبط. افهم جسمي كتير صح. يعني أنا واحد من الناس براقب حالي، ممكن الأكل اللي غيري بياكلها ما بيسمن أبدا. أنا ممكن أكل جزء بسيط منها لا جسمي ما قبله، فهي بس راقب حالة. نفسك وكون ذكي بالأكل. شكرا لوجودك معنا، رمضان كريم عليكم. أكرم إن شاء الله. أهلا وسهلا بك دكتورة.